من أقصى الشرق يسعى الغرب إلى وضع العصي في دواليب الآلة الحربية الروسية وكبح نفوذ الصين المتنامي عسكريا واقتصاديا. في قمة هيروشيما للدول السبع الأكثر تصنيعا، الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان وإيطاليا، يقود بايدن جهودا تهدف إلى سد ثغرات يرى أن روسيا تستغلها للالتفاف على نظام العقوبات، ما أبقى آلتها الحربية تشتغل في أوكرانيا لأكثر من 15 شهرا. نركز حاليا على إغلاق الباب في وجه الثغرات والاستمرار في قطع الإمدادات الحيوية بتقييد تجارة الماس الروسي، ونوضح بصراحة أن هذه العقوبات ضرورية ومبررة. حزمة عقوبات جديدة تستهدف حرمان الصناعة الروسية من الوصول إلى المال والمعادن والموارد التي تطيل أمد حربها في أوكرانيا، إضافة إلى محاولة إقناع الدول المترددة بأن نظام العقوبات سينجح في ردع روسيا. الصين أيضا على طاولة قادة مجموعة السبع. يقتنع الغرب تدريجيا أن نفوذ الصين الاقتصادي والعسكري قد ينتهي بها إلى اجتياح تايوان. يسعى قادة المجموعة أيضا إلى الإفلات من قبضة ما تسميه الولايات المتحدة بالإكراه التجاري الذي تمارسه الصين بسيطرتها على سلاسل التوريد العالمية. توجه دول كروسيا والصين العديد من التحديات، ودول مجموعة السبع لديها مجالات واسعة لتعزيز علاقاتها، ومع ذلك أعتقد أنه من المهم للغاية أن تعمل معا لتبعث رسالة تمزج بين القدرة على الردع والمساهمة في حل النزاعات. بدأ قادة مجموعة الدول السبع قمتهم في هيروشيما باستذكار القنبلة الذرية التي دمرت المدينة وقتلت عشرات الآلاف. ألم نووي لا يريد له اليابانيون أن يتكرر في بلادهم ولا في أي مكان آخر من العالم. من مدينة أحرقتها قنبلة دمار شامل، يسعى الكبار السبعة في العالم إلى تعطيل آلة الحرب الروسية وكبح نفوذ الصين المتزايد عسكريا واقتصاديا. الرسالة من هيروشيما التي تنشد السلامة قد تكون عكسية وتؤجج صراع الغرب مع روسيا والصين أكثر فأكثر. من مدينة هيروشيما، صابر أيوب، العربي، غربي اليابان.